السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أرجو من الله أن تكونوا جميعا في أتم الصحة وعافية. لو بتشوفوا القناة لأول مرة ما تنسوش الاشتراك في القناة، وده عن طريق الضغط على زر الاشتراك الأحمر. بعد كده علشان توصلكم الحلقات والوصفات بعد نزولها مباشرة، فعلوا علامة الجرس. لو عجبتكم الحلقة دعما للقناة اعملوا لايك أسفل الفيديو. لو حابين تفيدوا غيركم اعملوا شير للحلقة علشان الكل يستفيد. النهارده هقدم لحضراتكم بعض المعلومات السريعه والمفيده عن اكل 3 حبات من الموز كل يوم. لكن قبل ما نقدم لحضراتكم المعلومات، حابين نقول انه لا يعتد بالمعلومات كمرجع طبي. في حاله القلق منها المرجو من حضراتكم دائما استشاره الطبيب، خصوصا في حاله المعاناه من امراض مزمنه او في حاله المراه الحامل او في دواء مستمرين عليه لمده طويله، وقد تتعارض تركيبه الدواء مع اكل الموز او اكل اي مكون اخر. اما بالنسبه للفوائد، حابين نقول لحضراتكم بس في البدايه، في كتب الطب القديمه بيطلق على الموز بطعام الفلاسفه او فاكهه الحكماء، لان الحكماء او الفلاسفه اتخذوا من ثمار الموز غذاء يعينهم على التامل في اسرار الكون. شوفوا حضراتكم قد ايه ان القدماء تنبهوا لهذه المساله. في كتاب الطب القديم لابن سينا كتاب القانون، وصف الموز بأنه مغذي وملين، وبيعتبر من أكتر الفواكه اللي بتزيد في المني، وبيوافق الكلى ومدر للبول، وبينفع من حرقة الحلق والصدر. أما بالنسبة في الطب الشعب الحديث، ثبت إن الموز غني بفيتامينات ألف وباء وجيم، وفي نسبة قليلة من فيتامين ه. كمان بيحتوي على كتير من الأملاح المعدنية زي الحديد والمنجنيز والصوديوم والفوسفور والزنك، بالإضافة إلى المية والنشا. الموز له قيمة غذائية عالية، كل 100 جرام من الموز بتدي 100 وحدة حرارية لجسم الإنسان، لذلك بيعتبر طعام مغذي ومقوي. علشان كده بعض الدول الآسيوية اتخذته غذاء أساسي. وجود الأملاح المعدنية في الموز بوفرة بتخليه يزود جسم الإنسان بأكتر حاجته من العناصر الحيوية. فتقدروا حضراتكم تتخيلوا ان كل كيلو جرام من الموز بيحتوي على جرام من الكالسيوم، فبيحتاج الجسم يوميا حوالي جرام ونص من الكالسيوم. يبقى حوالي 3 حبات من الموز في اليوم بتدي جسم الانسان ما يحتاجه من نص حاجته من الكالسيوم، فبيدي جسم الانسان نص جرام من الكالسيوم. عايز اقول لحضراتكم كالسيوم الموز بيعتبر اسرع هضم وتمثيل من الكالسيوم اللي موجود في الحليب، والفلور اللي موجود في الموز بيعمل على حمايه الاسنان من التسوس. الموز غني بفيتامين ج وده بيخليه مقوي للعضلات، وفيتامين ب وده بيحمي الاعصاب وبيكافح فقر الدم وبيحفظ التوازن العام للصحه. اما فيتامين ا اللي موجود في الموز بيساعد على النمو وبيحمي البصر، وفيتامين ه بيعتبر مغذي لاعضاء الاخصاب. فزي ما قلنا في الاول حضراتكم في كتاب القانون لابن سينا بيقول ان هو بيزيد في المني، وفيتامين ه يعني احتوائه في الموز بيديله ميزه تغذيه الاعضاء اعضاء الاخصاب. بالتالي من هنا يبقى نقدر نقول لحضراتكم ان اكل الموز مفيد جدا لعلاج الضعف وزياده القدره، وعلاج مشكله كمان العقم لانه بيغذي اعضاء الاخصاب. في ابحاث حديثه اثبتت ان الموز فيه هرمونات لها مزايا مقويه بشكل عالي جدا، من شانها تنظيم نشاط الجهاز العصبي، وقالوا ان تناول الاطفال للموز بيديلهم التوازن النفسي، وده بيخليهم يشعروا بروح المرح والسعاده. حابب اقول لحضراتكم ان الموز بيمنع عن مرضى السكر والمصابين بامراض الكبد، وده لصعوبه هضمه، ونظرا لان الموز بيحتوي على سعرات حراريه عاليه فبيمنع عن اللي هم اصحاب الاجسام السمينه اللي عندهم قابليه لزياده الوزن. ينصح باعطائه للاطفال مع الحليب والمصابين بفقر الدم والضعف العام والمراه الحامل والمرضع والاولاد والمسنين. كمان حابب اقول لحضراتكم ان ثمار الموز المجففه بيصنع منها دقيق، الدقيق دوت بيشبه دقيق الارز في تركيبته الكيميائيه، وبيصنع من الدقيق دوت خبز للمصابين بالتبول الزلالي. دي بعض المعلومات السريعه عن الموز، نتمنى حضراتكم تكونوا استفدتم. آسفين على الإطالة، نشكركم على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.